يعني إيه كاتب بيألف رواية باستخدام آليات أو أدوات الذكاء الاصطناعي؟ وإيه هي هذه الأدوات؟ ولو تم هذا الأمر هل تنسب أو ينسب هذا العمل الأدبي ليه في المقام الأول ولا للذكاء الاصطناعي؟ خلينا نتعرف على هذه الرواية، الكاتب محمد عبد الله حمودة صاحب أول تجربة في هذا المجال، بنرحب بيك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى، ومتشكر جدا جدا على الانترو اللطيفة من حضرتك. أهلا بحضرتك. يعني إيه حضرتك ألفت أول رواية بالذكاء الاصطناعي؟ محتاج أسمع التجربة. في البداية الذكاء الاصطناعي بدأ إن هو يظهر بشكل كبير جدا الفترة اللي فاتت، وأخذ ترند كبير من المجتمع المصري، وكان أشهرهم شات جي بي تي. شات جي بي تي هو المساعد الأول والأكثر انتشارا، لكن للأسف هو غير مستخدم وغير متفعل في مصر أو في أغلب الدول العربية. فتواصلت مع صديق ليا في فرنسا يعمل لي أكاونت على لا هو مستخدم بس بتعمل في بي إن، بس مش مشكلة يعني ممكن تعمله ناس كتير. لا 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 وفي كمان عربي، يعني ناس الاول قالت لك ما فيهوش عربي. لا متواجد في اللغه العربيه طبعا. لا في العربي وهو سريع التعلم طبعا. طب اتفضل، مش عايز اعطل حضرتك، اتفضل. لا تحت امرك، اتفضل. فبدات ان انا اتعامل مع الشات جي بي تي واشوف كيفيه ادخال المعلومات لي واخراجها في الصوره المعينه. فهو الموديل اللي انا اشتغلت عليه كان عبارة عن نمذجة أو تدريب للذكاء الاصطناعي عن ماهية الرواية وكيف تتم بناء الرواية والشخصيات والسرد والحوار وما إلى ذلك. حلو. قصة عمل الرواية، أنا بالفعل كنت بحاول أكتب الرواية دي من فترة طويلة جدا، ومجهز الأفكار والخطوات بتاعتها، وبدأت إن أنا أستعين بالتشات جي بي تي إن هو يساعدني في الحصول على أغلب المعلومات أو الاختصار للوقت. يعني حضرتك مثلا اديته الشخصيات الاحداث الحاجات وقلت له اشتغل او برمج القصه، انا كلامي صح؟ ايوه بالظبط. الافكار بتكون حضرتك بتحدد اطر للافكار اللي هتتكلم فيها بالظبط كده، وبيتم ادخال هذه المعلومات الى شات جي بي تي وبيطلعها لك بصوره مخرجات. المخرجات ما بتكونش صحيحه بنسبه 100%، لازم اعاده تنقيح ليها وترتيب و صياغتها في الشكل النهائي المظبوط. طب خليني اسالك، ايه هي الادوات اللي انت حطيتها؟ حطيت شخصيات، حطيت احداث، حطيت تواريخ، بدات بايه؟ البدايه كانت بخلق الشخصيات. تمام. زائد ان معالجه او التعامل مع شات جي بي تي ان انا ما باخدش منه المعلومات بشكل دقيق او بشكل صحيح، لان هو اي معلومه خطا بيكون الإجابة منه إن دي معلومة خاطئة مش هينفع إن إحنا نتكلم فيها أو نغير منها. خلي بالك بس، أنا معايا يعني إيه دقيقتين، فعايز يعني أوضح للمشاهد سريعا إيه هي الشخصيات اللي حضرتك حطيتها، وخصوصا القصة المتعلقة بالمصري القديم. فكرة الرواية هي عن ماذا لو أخطأ شامبليون، ده عنوان الرواية. هو تساؤل في هل اللغز اللي فكه شامبليون ده صحيح 100% أو لا. حلو. زائد إن أنا أثبتت إن ابن وحشية النبطي وهو أبو بكر أحمد بن علي عالم لغوي وكيميائي عراقي، صاحب كتاب شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام. في الكتاب ده ترجم 89 لغة، منهم اللغة الهيروغليفية، وتم ترجمة هذا الكتاب قبل اكتشاف شامبليون ب16 سنة. حضرتك سألت يعني الكلام ده، أنا عارف أنه هو مش دقيق 100%، لأن يعني هو كان ابن وحشية العراقي لما دخل في القصة دي وصل لمرحلة معينة، لكنه لم يستطع كتابة أو ترجمة النص أو صياغة جملة، لكن هو عرف الأدوات. وشامبليون بدأ من حيث انتهى، عرف الحروف وترجمتها والمقابل لها في العربية. طب ولماذا عد شامبليون هو الأول؟ عد شامبليون هو الأول لأن شامبليون كان مدعم من الحملة الفرنسية، وهو صاحب الاكتشاف أو الظهور بالشكل الكبير للترجمة اللي حققها من حجر رشيد. لكن قبل 16 سنة من اكتشاف شامبليون تم ترجمة هذا النص من المستشرق النمساوي جوزيف هيمر. تمام. سنة 1806. تمام. فبدأت إن أنا أكون هذه الشخصيات بتاعت الرواية على هذه الأحداث، بحيث إن هو المعطيات اللي بيديها لي شات جي بي تي
مش معلومات تاريخية بنسبة 100%، هي معلومات متماشية مع الشخصيات والبناء الروائي والحواري اللي أنا صممته لهذا الموديل. تمام. بالنسبة للذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه في الكتابة الأدبية، هو يكاد يكون مساعد للكتابة الأدبية ومساعد للأديب، لكن مش هيلغي الكتابة الإبداعية. لابد أن يكون صاحب العمل بالفعل هو روائي مسبقاً، أو سبق له العمل على أي عمل روائي من قبل، وعنده الأساسيات بتاعت تقديم العمل الروائي. صحيح صحيح، يعني وجهة نظرك طبعاً تحترم، ولكن هناك برضو معسكر آخر بيقول إن الذكاء الاصطناعي هيعرف يألف روايات بدليل أنه بيعمل رسائل ماجستير ودكتوراه. وجهة نظرك أيضا تحترم فيما يتعلق بشامبوليون، لكن شامبوليون هو قطعا اللي بدأ أو ترجم بالفعل رموز حجر رشيد، كل ما سبقت روايات غير مكتملة العناصر هو اللي قدر يعرف المنطوق اللفظي الصوت لكل حرف، وده مثبت يعني بناء على أبحاث كتير ودراسات كتير. على حال شكرا جدا لجهد حركة الكاتب محمد عبدالله حمودة صاحب أول رواية تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي.